أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج هنا فلسطين، التي نتحدث فيها عن العمال الذين يغادرون بيوتهم فجر كل يوم ليتمكنوا من الوصول لعملهم في الصباح. يعانون الأمرين على الحواجز العسكرية، لكنهم يصرون على الوصول لإحضار طعام أطفالهم. نرافق اليوم عامل البناء وليد فنون من قرية بتير جنوب بيت لحم، الذي يعرض لنا ما يعانيه العمال كل صباح. مع كل فجر يحضر وليد والعمال الآخرون مستلزمات رحلة المعاناة اليومية، بدءا من الزوادة وأشياء أخرى تسد الرمق حتى العودة مساء بعد يوم تتجاوز ساعات العمل فيه 10 ساعات وتتطلب جهدا بدنيا مضنيا. يا الله، هذه رحلتك اليومية؟ رحلتي اليومية كل يوم. كل يوم الفجر؟ كل يوم 3:30 بقوم. طب ليش الفجر بتطلع؟ من الأزمة اللي بتصير على المعبر بطلع منتخطى الأزمة، ويكبى في معي مجال وقت اللي أطلع الشغل. لو تأخرت ممكن ما لحقش المعلمة أروح. وين بتشتغل؟ مرة في تل أبيب، مرة في القدس، هو التيسير حسب الشغل وين موجود. الواحد بتطمنش للمعبر، يعني لازم أطلع كل يوم. كيف بتطمنش يعني من أي ناحية؟ ممكن في أي يوم يسكر أو مش يسكر، يتأخروا في فتح المعبر. لو تأخروا دقيقتين بتلاقي عمال ورا بعض ورا بعض ورا بعض، خلص بصير أزمة، بصير ينطوا، بصير عجبوا، بصير لزة يعني بصعوبة الواحد يطلع. حتى في ناس بكوي غيطنوا في ويجي الإسعاف يخذهم وشي زي هذا، يعني من كتر الأزمة. من كتر الأزمة. وفي ناس شغيلة تروح، في ناس بتتغيب بيجي الإسعاف بأخذها بروح عن شغيلة، بتروح شغيلة بتلف على محسوم ثانية زعيم، في محسوم زعيم الجبعة، هذا حسب هم شو بيسهلوا ومرات حسب يعني ما عملكم يعني. فإذا ممكن نحكي إنه محكوم بمزاج الجنود على الحاجز. حسب هم شو بيسهلوا. طب كيف بتم التعامل معاكم على الحاجز هناك؟ احنا برا الجدار ما بتدخلوا فينا، يعني جهتنا احنا. أزمة فوضى ما دخلهم، الكاميرات بتتفرجوا علينا ما دخلهم. جوا الجدار بدهم بنظموا، ما خلوش حدا يسوي فوضى. انت كم صار لك انت مدة بتشتغل؟ إلي من سنة 80 بشتغل. من الثمانينات؟ فإذا انت تغيرت عليك أوقات كثيرة. شفت فيها شدة طبعاً. شفت طبعاً. فيها اقل يعني كيف اوصف؟ احنا بنرجع لورا مش لقدام. احنا في الاول كنا نطلع بالسيارات، سيارتك الشخصيه. اطلع القدس على وين ما بدي. بعدين صار الاحداث الانتفاضه الاولى والانتفاضه الثانيه، فصار التسجير وطلعونا التسريح. صارت اعقد الامور. مش بسيطه. اعقد. وانت بتشتغل جوا كشو يعني؟ شو 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 مهنتك بالداخل؟ أنا حداد. شو أكتر إشي طبيعة العمل اللي بيشتغلوها بالداخل؟ أغلب إشي البناء، البناء يعني هذا يعني أغلب العمال اللي بتطلعوا على الكليل بروحوا على مصانع، بس الأغلب البناء، بتوزعوا على القدس، على تل أبيب، على مناطق كثيرة. على مشارف الحاجز العسكري يقف عشرات التجار مع بضائعهم، معظمها من المأكولات والمشروبات الخفيفة والمعلبات، في انتظار العمال الذين يسابقون الشمس حتى ينجحوا في تخطي الحاجز قبل بدء الأزمة. يلا السلام عليكم. مع العدد الكبير للعمال وعنصرية الجنود وميلهم للتنكيل بالفلسطينيين والتضييق عليهم، من المحتمل أن تؤخر الأزمة العمال عن اللحاق بالمقاولين الذين ينتظرون على الجانب الآخر الذي منعنا الجنود من الوصول إليه، وعندها لن يتمكنوا من توفير قوت أبنائهم اليومي. فإذا نحن شايفين إن العمال كلهم قاعدين بيجوا بهذا الوقت. شوف الكمية اللي بتدخل ورا بعض ورا بعض، يعني حسب إذا هم سكروا جوا كله بلتز هون، بصير يطلعوا على الجدار هون فوق على شيك واللي بتنط. شو السبب انهم ممكن يسكروا جوا؟ حسب الجنود اللي جوا. وقديش انت ساعات العمل اللي بتشتغلها اصلا غير هذا التعب على الحاجز؟ 8 ساعات القانون، ومشتغل مرات 10 ساعات. في وظائف هون برايك انت ممكن تكون بديل لهذه العمال بدل ما يشتغلوا جوا؟ عندنا مناطقنا احنا هنا ما في وظائف. انا اي ابني بيطلع معي متخرج من الجامعه بيصير معي. طبعا يعني الاحداث اللي بتصير هذه، خوف الجنود يعني الجندي سلكتي
أي حركة كنت جنب وأنت ماشي حطيت لك بجيبتك ممكن يطخك بعد العمليات اللي الطعن اللي بكت تصير. فكل هذا خوف، وإحنا نبقى خايفين وهم برضه خايفين بجهتنا. بس ما فيش أي بديل يعني بالنسبة لك؟ ما في. حاولت تبحث؟ ما في. أنا إجري مواجهتني، رحت على دكتور قال لي استريح، بس ما في راحة، ما في بديل ثاني. طب لو لا سمح الله صار معك أي موقف، مرضت أو كذا، بتكفل بالعلاج المسؤول عنك أو شو؟ كيف بيتم التعامل معك؟ حسب إصابة، إذا أنا إصابتي العمل عنده بتكفل، بس إذا أنا مرض في البيت ما بتكفل. اليوم اللي تشتغل بتكفل، ما اشتغلت ما بيجي. طب أحيانا بصدروا قرارات أو بيهددوا بإصدار قرارات إنها يوقفوا التصريح للعمال، شو البدائل بالنسبة لك تفكر؟ والله إنه ما في بديل، صعب. ما يعني زي ما بقولوا الرزق على الله. إذا سكر في بديل بهذه الأيام بصير ممكن تتوفر لك للعمل هون؟ هون داخل الضفة صعب، يعني خفيف، أنا أقول ما في شغل رسمي. بيأثر على حياتك وحياة طبعاً العائلة؟ طبعاً بيأثر. عندك أولاد؟ عندي في الجامعة، يعني مصاريف الجامعة بتكلف، عندي في جامعة الخليل بنت مشوار على الخليل، مواصلات، طبعاً بيأثر. اليوم اللي بشتغله بكبر، ما اشتغلتش ما في مصاري. يعطيك ألف عافية. إذن هذه هي معاناة العمال الفلسطينيين على الحواجز الإسرائيلية. كما تشاهدون هناك مئات العمال الذين يقطعون هذا الحاجز الإسرائيلي للعمل في الداخل. ممكن نحكي مع حضرتك؟ صباح الخير. صباح الخير. يزيدك ألف عافية. تعرفني باسمك الكريم؟ نبيل من بيت لحم. أهلا وسهلا فيك أخ نبيل. طيب أنت رايح على العمل؟ أنا رايح على المعبر. شو بتشتغل؟ أنا بشتغل تراشة. بتشتغل تراشة في الداخل. كم سنة صار لك بتشتغل هناك؟ تقريبا 15 سنة. 15 سنة عمر؟ أكيد. متزوج؟ يوم الأحد، يوم الأحد تعالي، مش اليوم. الكل بيحكي لنا لو إجيته يوم الأحد، شو الفرق بين الأيام العادية ويوم الأحد؟ يوم الأحد بداية أسبوع، بداية جميع الشغيلة بيطلعوا لأشغالهم يعني، وهذا أكبر مشكلة إحنا بنواجهها، إن الجندي برعيش إنه يوم حد أو يوم عادي، عنده مشكلة إنه المهم مصلحته يعني، المهم يعطل الشغيل، ولهذا السبب ذاك الشغل كلهم مستعجلين على أشغالهم، فهذه أكبر مشكلة إحنا بنواجهها، اللي هو المعبر يعني أصبح كابوس للشغيل، يعني جميع أنحاء العالم لقمة العيش سهلة. إلا عندنا في فلسطين يعني أسهل يعني أصعب شغلة هي لقمة العيش، يعني لما الشغيل بكون الساعة 4 الصبح طالع يعني بعرف إنه هو في مأساة. إحنا إذا بدنا نحكي إنه لما بتوصل أنت هناك عند الجنود لازم تفرجيهم التصريح اللي معاك اللي بيخولك إنك تفوت تشتغل جوا. في بعض الجنود إنه بكون عنصري حاقد يعني بده يحاول إنه يعكس لك أي شغلة. يعني ممكن إنه في ناس بتفوت على العمر، في جندي بفوته، في جندي بفوتش، فهذا أكبر مأساة يعني. هو مزاجه. يعني لما يكون واحد عمره 60 سنة بكل لف ورجع، بأي حق أنت بتقول ارجع؟ يعني 60 سنة هذا الزلمة شو ضل فيها يعني؟ فلما تقول ألف ورجع مأساة. أنت عندك أولاد؟ عندي أولاد. بالمدرسة؟ في واحد في التوجيه وثلاثة طبعاً دراسة يعني عادية. تكاليف يعني في حياة بدهم مصروف؟ أكيد المصاريف هذه عشان هاي الواحد اضطر إنه يطلع إسرائيل، لأن وضع السلطة أو وضع إجمالي الضفة وضع الضفة مش مشجع إن الواحد يمشي فيها، يعني عشان هيك الواحد بيضطر إنه يطلع. مش مردود مادي. بالضبط، يعني المردود المادي بيكون دائما ضئيل أو دائما خفيف، هذه أكبر مأساة هاي إحنا من يعني كخاصة العمال يعني إجمالا يعني. طيب بعد طبعا لا في نقابة عمال تهتم في معابر زي هيك، ولا في حكومة من ضمن السلطة إنها تهتم في معابر. يعني هذا أكبر مأساة للشغيل، إنه لما بطلع الساعة 4 الصبح مستعجل زي هيك فيش يعني فيش بديل يعني، خلينا نقول، فبضطر انه يطلع بدري ويطلع انه يسبق يسرع عشان يسبق انه ما يصيرش ازمه. هذه الازمه مش يعني مش بسيطه يعني. لما بيسكروا وبيهددوا بوقف التصاريح وعدم دخول العمال الفلسطينيين للعمل في الداخل بيأثر على حياتكم طبعا؟ اكيد يعني كالتزامات يعني بيتيه، كالتزامات يعني ماديه، يعني شيكات، فيش واحد فيش عامل الا عليه التزامات يعني كشيكات او كقروض او فالعامل ما بيطلع هنا يعني استجمام، بيطلع انه فعلا انه مبهدل، عشان هيك بيطلع يعني
من ظروف المعيشه يعني اكيد بدها الامور يعني تكون هيك. شكرا لك استاذ نبيل، احنا ما بدنا نعطلك اكثر من هيك، يعطيك الف عافيه وبالتوفيق ان شاء الله. تفضل. لا تتورع مؤسسة الاحتلال الإسرائيلية عن تنفيذ كافة أنواع الانتهاكات للحفاظ على احتلالها، منها سياسة الإفقار والبطالة والتضييق على لقمة عيش الفلسطينيين ومحاولة ربط الشعب بالمحتل بما يوفره الاحتلال من فرص ليوفر المعيل قوت يوم أبنائه. وتسمح إسرائيل لعمال من الضفة الغربية للعمل في الأراضي التي تسيطر عليها، كذلك لتستفيد من خبرتهم في العمل ولتوفير الأجور والرواتب، إذ يبلغ راتب الفلسطيني نحو 40% من راتب العامل الإسرائيلي. نلتقي اليوم عائلة محمد الدوابشة في قرية دوما جنوب نابلس بعد أن انتهينا من هنا. هذه العائلة التي فقدت معيلها قبل بضع أسابيع جراء انهيار مبنى كان الزوج محمد يعمل فيه في تل أبيب، ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مجددا في حلقتنا التي نتحدث فيها عن الظروف التي يعمل فيها العمال الفلسطينيون في الداخل. نتواجد الآن في قرية دوما جنوب نابلس لنلتقي عائلة محمد الدوابشة، أحد العمال الذين لقوا حتفهم جراء انهيار مبنى كان يعمل فيه في تل أبيب. أهلا بكم. سيد عبد الجليل، خليني أبدأ معك. أنت حضرتك عم المرحوم محمد الدوابشة اللي توفى قبل أسابيع جراء انهيار المبنى في تل أبيب. حكينا عن ظروف وفاته، ما هي التفاصيل، كيف وصلتكم الأنباء من هناك؟ وصلتنا الأنباء، احنا طبعا اطلعنا على الفيس وفي انهيار مبنى، وما توقعناش انه كان محمد وخلدون في هذا المبنى. الا بعد مضي ساعة علمنا انه كان المبنى هذا اللي فيه بتواجد فيه خلدون ومحمد. وطبعا الوقت اخذت وقت، يعني كان عندنا بصيص أمل في بداية الأمر، بس مر 24 ساعة تقريبا على الحدث اتوقعنا انه يعني كان كنت تحاولوا تتواصلوا معه يعني خلال 24 ساعة؟ احنا تواصلنا، رنينا على تلفونه وطبعا ما فيش مجيب، وبعدين اتواصلنا برضو مع خلدون. خلدون كنت معه برضو ما تشتغل ما معه. كان مجيب برضو، ما كان مجيب خلدون. المهم في الأمر إنه كان جتنا أخبار إنه كان في الطابق الرابع، في آخر طابق من تحت، يعني الرابع تحت، يعني ما هم بيعتبروا طبقات ماينوس يعني أربعة، فعلمنا إنه كان في الطابق الرابع التحتاني، وعرفنا إنه يعني إنه كان الردم، معظم الردم إنه على محمد. الركام نعم. فطبعا بعد أسبوع من الشغل يعني والعمل على انهم يعني ينقضوا اللي كانوا في البحث عن تحت الانقاض. بعد اسبوع يعني اسبوع سبع ايام مكث اسبوع نعم اسبوع كامل لما انهم يعني اكلوا فيه. طب احكي لنا، انت بتشتغل كنت معه في هذاك المبنى؟ نعم. بس الحمد لله انك انت بصحة جيدة كمان. طيب احكي لنا عن اللي صار معاكم وكيف انت طلعت، اذا كنت عم تشتغل، كيف الظروف، كيف تعاملوا معاكم كعمال فلسطينيين هناك؟ والله احنا رحنا يوم الاثنين الصبح نشتغل، هسا محمد بكى ماينس 4 تحت الارض ولا ماينس 3، هسا كنت انا على التقنية تنظيفات طابق تحت الارض يعني محمد في الرابع ماينس وانا ماينس 3 تحت الارض. هسا احنا قاعدين بنشتغل، اجى عندي محمد الساعة 11:10، قال لي خذ بدي منك الديسك، بدي اقص الحاز تحت ماينس 4. قلت له خذه كيف بدك اياه، كان بدي اياه بس 3 ساعة. قلت له ماشي، انا بعد 3 ساعة باجي اخذه. بس ما لحقت اطلع ماينس 3 بعد 3 ساعة ولا هي البنايه هالت مره واحده. ما افتشان اشوف كل بوف فقع يم. انت كيف وين كنت؟ كيف انا ماينس 3 تحت الارض. صرت هي وقعت صرت تنزل طابق واحد طابق اثنين وطابق ثلاث، بس لما نزلت صار ضغط هواء، الهواء رفعنا عن الارض متر وزادنا لورا 6 متر على الرنبة مش مهدودة، ما صار فيك أي شيء. لا يعني بس ما بطلت أتنفس ولا أشوف. قعدت تحت نص ساعة. صارت في عملية إنقاذ كتير كبيرة وبحث عن المفقودين. نعم. قديش كان عدد العمال العرب اللي توفوا؟ توفهم ستة. ستة فلسطينيين. نعم. واحد من رام الله ومحمد واثنين من حيفا واثنين من الروس.
رح نتحدث معك خلدون عن ظروف عمل العمال الفلسطينيين في الداخل، بس نتحدث مع السيد جليل عن هذا العمل. هذا العمل كان مهم لعائلة محمد كونه هو المعيل لأسرة من 4 أفراد. ما بعد هذه الحادثة، هل تم التواصل مع مسؤول العمل هناك؟ هل تحدثوا عن تعويضات؟ احكي لنا عن نقطة التعويضات للعمال الفلسطينيين، خاص خلينا نخص الذكر هنا محمد. والله تواصل مع المعلم ما كان في تواصل، يعني التواصل كان اجوا لجنة من نقابة العمال وعزوا، طبعا عزوا في المرحوم وحكونا انه يعني احنا مش راح يعني طبعا نقصر في هيك امور ونتخلى عن العائلة. نعم، وعودات وعود. نعم وعود. فتعرفي كثرة المحامية واتصالاتهم، وكثير يعني اتصلوا محامية، كان أكثر من 40 محامي اتصلوا، ويعني صارت الشغلة تقريبا فيها خجل أكثر من منها تكون. من أي ناحية خجل؟ يعني من قبلكم؟ من قبلنا، كثرة المحامية واتصالاتهم، وربما كان في ناس في معرفة مع محامية اضطرونا إن نوقفنا محامي اسمه حسن الخطيب، وقطعنا يعني بالنسبة لنقابة العمال. هم يجونا مرة يعني وما عادوش الكرة. طيب سيد عبد الجليل، طيب فإذا أنتوا تواصلتوا مع هذا المحامي هو تكفل بهذه القضية، نعم. وين وصلت إذا إحنا بنحكي من فترة من حد منهار المبنى لليوم؟ هي ما وصلت لا إشي، لأنه قبل تقريبا 4-5 أيام بس وقعت أوراق يعني بالنسبة للمحامي. يعني أخذت تقريبا 10 أيام أو 15 يوم بعد الوفاة لما إنه إحنا تواصلنا مع هذا المحامي. بس إيش تتوقعوا كعائلة يكون القرار؟ شو المنتظر من القضية؟ والله المنتظر إحنا طلبنا طلبات من المحامي، يعني طلبنا مطالب منها إنه إذا بيكون يعني في راتب مقطوع للبنات وللأم يعني مدى الحياة. نعم. وهذا يعني وعد فيه المحامي، وعد فيه إنه لازم يتنفذ، وإن شاء الله يعني إنه راح يكون في أمل، لأنه في بعض العائلات بحس إنه في خشية أو قلق، إنه ما في ثقة كتير كبيرة بإنه بتلقوا وعدات مظبوط، بس بتضلها يعني بتصير طي النسيان بعدين ما بتتنفذ. عندكم هذا القلق أو شعرتوا بأنه لا في إصرار وإلحاح؟ لا والله ما شعرنا إطلاقا، في العكس يعني هو طمنا يعني المزبوط طمنا، ومش سمعتها أكثر من محامي يعني، حتى اللي عرضوا أنفسهم أكثر من 40 واحد نفس الإشي سمعته يعني. طيب خلدون، أنت تنقلت في أكثر من شغل بالداخل. نعم. شو اشتغلت؟ بنيان. في البناء. في البناء. طيب احكي لنا شوي، اعطينا شوي لمحة عن حياتكم في الداخل. احنا شفنا معاناة العمال على الحواجز الإسرائيلية، كيف بيطلعوا الفجر، كيف بيطلعوا بسرعة خوف من انهم يسكروا الحاجز وما يمرقوا. طيب احنا بنعرف منك ما بعد هذا الحاجز، كيف بتم التعامل مع العمال الفلسطينيين من قبل أرباب العمل هناك؟ احنا بنطلع على معبر هناك، وهناك هم بودون سيارة للشغل، هم بياخذونا من المعبر للشغل وبرجعونا من الشغل للمعبر. المعلم بيأمننا سيارة. طيب وهناك بتم التقسيم العمل عليكم؟ نعم. في نعم. في الورشة واحد يروح على وشي هنا. اما يوم الاثنين قسمونا انه محمد ينزل على ماينس 4 وانا على ماينس 3 وفي مع شقيق 2 برضه ماينس 3. استقعدنا نشتغل، كنا بس تخلصوها ضايله 3 أيام بتخلص الورشة، بكت اخر 3 أيام تخلص فنشها جاهزة تقريبا. بس 3 أيام بس عشان نركع على ورشة ثانية. في خلال الفترة هذه ما توقعوش انه البناية تهيل. انت جربت تشتغل هون وقبل ما تشتغل في الداخل لقيت انه في فرق من ناحية المردود المالي؟ او المادي. نعم في فرق كبير في الاجور. بكيت هنا اشتغل في الهان يعطوني 110 باليوم. لما طلعت جوا اسرائيل يعطوني 280. تمام. يعني مصروف كديز بسوش بقوم الشعير بقومش أسرة. نطلع برا مشان نكون أسرة يعني. هناك لما نطلع هناك بكون أسرة. في يعني راتب مليح. وإحنا فيش راتب مليح في الضفة.
أساس هيك. في ذات السياق يضطر أهالي القدس للعمل في السوق الإسرائيلي. الزميل بشار صغير عد لنا تقريرا يرصد أسباب هذه الظاهرة وتداعياتها على مستقبل الشباب المقدسي. يكافح الشاب عثمان أبو زايد لصعود درجات باب العمود في القدس أو ممارسة أي من نشاطات حياته العادية، إذ تعرض قبل 4 سنوات لحادثتين منفصلتين، واحدة في القدم وأخرى في الرأس، خلال عمله كلحام في قاعة أفراح إسرائيلية. أبو زايد الذي فصل من عمله ما زال يخوض إلى اليوم معركة قضائية للحصول على حقه من تعويضات يرفض رب عمله السابق منحه إياها. بدي أخلي الحق علي، بدي يصير الحق انه انا هو انت انضربت، يعني انت انضربت منه من فندق، انا شو خصني يعني؟ هم يعني باخذ الشغيل، هم بروح يشتغل، اذا انضرب بقول لك لا يا عم انت بيطلع لكش ولا شيء عندنا. طب ليش انا بشتغل عندك 24 ساعه؟ كان عمري 15 ونص، طلعت من المدرسه عشان اصرف على اهلي وعلى عبيتي. يعني كان ابوي مشتغل شميتها، فهمت كيف؟ انا يعني عشان طلعت بكير، فهمت كيف؟ بدي اصرف على اهلي وعلى داري، فهمت كيف؟ هيك صار معي. الحقوق المهدرة لا تقتصر على قضايا التعويض، ولكن تمتد إلى فئة أضعف هي الأطفال. فعمالة الأطفال ومن هم في سن التعليم لافتة في القدس، والسبب هو رغبتهم في المساهمة بإعالة أهاليهم، لا سيما وأن أكثر من 80% من المقدسيين يقعون تحت خط الفقر. من نقطة ضعف هذه يتم النفاذ إلى الأطفال واستغلالهم وتشغيلهم بأساليب غير قانونية، بما يترتب على ذلك من إهدار للحقوق. فأغلب الأعمال التي ينخرط فيها الشباب الفلسطيني تتطلب جهدا بدنيا عاليا تزداد فيها فرص تعرضهم للأذى. هون في استغلال لأرباب العمل لهذا الطفل فعليا، لأنه إشي العمل غير قانوني أصلا، فهو بيشتغل مثلا ممكن ما يطلع له تعويض بحال تعرض لإصابة، ما بيطلع له إجازات، ما بيطلع له، بيشغلوا له ساعات طويلة كتير، ما له أي حقوق. الأطفال اللي بلشوا بشغل بجيل 15-16 اليوم اللي صار عمرهم 30 سنة، هو فعليا جسمانيا بنقدر نحكي أنه صار عنده إنهاك جسماني، لأنه اشتغل بالبناء لفترة طويلة. يعني بنقدر نحكي أنه حتى إنتاجيته ما بتتعدى 40، يعني اللي يصير عمره 40 سنة ببطل قادر أنه يشتغل نفس الشغل اللي بلشه وهو صغير. إضافة إلى الفقر يأتي إغراء المال، والذي يغلب أحياناً الوعي بأهمية البقاء على مقاعد الدراسة، فيتهافت الشباب على السوق الإسرائيلي سعياً وراء معاشات يبلغ متوسطها 1500 دولار في الشهر. على المدى البعيد هو دمار، وهذا هو المقصود، يعني هذا هو المخطط الموجود. يعني اليوم على المدى البعيد كل هاي الفئات اللي الاحتلال بده يحافظ على نسبة معينة من الناس اللي يعني الأيدي العاملة لخدمة مستوطنينه، يعني هاي هي الفكرة، مش لتحسين وضعنا ولا تحسين حياتنا، بالعكس. يعني هناك مخطط واضح لتدمير حياتنا، تدمير حياتنا مشان يدفعونا نترك البلد ويستبدلونا بالمستوطنين. ويبقى المطلوب من المسؤولين الفلسطينيين إيجاد بدائل تحافظ على مستقبل الشباب المقدسي بشكل يضمن لهم ولعائلاتهم العيش الكريم. خلدون، بدي أسألك، بما أنك أنت بتشتغل في الداخل، هل في فرق ما بين الأجر اللي بيندفع لك كعامل فلسطيني والأجر اللي بيندفع للعامل الإسرائيلي؟ نعم، هم بأخذ ضعفين عنا. أنا إذا بأخذ 280 هم بأخذ 700 و750، بس أني كأنا مواطن فلسطيني أشوف هناك أحسن من هنا. يعني ما عندك مشكلة إنه الإسرائيلي يأخذ أعلى منك، لأنه أنت هنا بالمحصلة بتأخذ أقل. أنت خبرتنا إنه هو أنت ما بتأخذ تقاعد بس تخلص من عندهم، الإسرائيلي بيأخذ؟ نعم، بأخذ تقاعد. أما الفلسطيني ما بأخذش، أما الأصلي بأخذ تقاعد مدى الحياة. طيب سيد عبد الجليل، إمتى أعطوكم آخر مهلة لحتى تتلقوا الرد حول التعويضات؟ والله أعطونا من يوم لتسعين يوم لازم ينزل راتب للأم والبنات، بيكون مبتوت بالقضية بأنه خلص أكيد. نعم. وينزل. نعم. من يوم لتسعين يوم احنا بنستنظر، يعني أنه لغاية تسعين يوم أكثر إشي أنه يكون في راتب مقطوع، يعني بالنسبة ينزل للبنات. هذا راتب بضمن تعليمهم، بضمن حتى إعالتهم يعني؟ يعني الرقم احنا ما بنعرفش بالضبط. لا، ما بنعرف الرقم، ما بنعرف، أما بنعرف انه يعني هذا هو اكد عليه، واكثر من واحد اكدوا عليه، على انه من يوم لتسعين يوم لازم يكون الراتب بينزل. يعني شكرا لكم سيد عبد الجليل الدوابشة وخلدون الدوابشة، وعظم الله اجركما. الى هنا مشاهدينا نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه من هنا فلسطين. لكم مني اطيب التمنيات، والى اللقاء.